ينضم معنا الآن أعزائي المشاهدين الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس مجلس الوزراء. أهلا بك في النشرة الرئيسة سيد حسين. في البداية 90 يوما على عمر حكومة السيد مرحبا. نعم محمد شيع السوداني، لو تحدثنا عن أبرز ما شهدته هذه الأشهر الثلاثة حتى الآن، نتحدث عن تطبيق بنود المنهاج الوزاري تحديدا. يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. أكيد السيد رئيس وزراء الأستاذ محمد شياع السوداني نجح خلال 90 يوما في عملية فتح سياسة الدولة باتجاه تطوير السياسة الداخلية، وكذلك بالمقابل تعزيز السياسة الخارجية من أجل خدمة المنهاج الوزاري في غايته الأساسية وهي التنمية الشاملة للدولة العراقية، وكذلك بالمقابل استعادة روح الجهاز الحكومي من خلال تفعيل آلياته في مواجهة الفساد، وهذا ما لاحظناه في قضية سرقة القرن، وكذلك بالمقابل فيما يخص مواجهة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية التي نجحت قواتنا الأمنية في الاحتراز عليها، وكذلك تفكيك أكبر شبكة كانت لعملية التهريب، بالإضافة إلى قضية سرقة القرن وهي من القضايا التي شغلت الرأي العام لما لها أهمية حقيقة في كيفية تحويل هذه الأموال العراقية الحكومية الغائرة وهي أموال الشعب العراقي إلى أموال يلوحها الفساد، وبالتالي قيام السيد محمد شياع السوداني بالسيطرة على هذه الشبكة والحد كذلك من هكذا ممارسات داخل الدولة وخارج الجهاز الحكومي، وبالتالي مواجهة هذه الظاهرة وتفكيكها واستعادة الأموال واستردادها والتأكيد كذلك على استرداد الأموال العراقية من الدول، كانت هذه أولى المسارات والخطوات الأساسية للحكومة العراقية، بالإضافة كذلك إلى الاقتصاد وتحسين الوضع المعاشي والحياتي للمواطن العراقي كان أولوية كذلك من حيث السلات الغذائية، من حيث شبكات الحماية الاجتماعية التي توسعت توسع كبير جدا، ويتوسع كذلك البحث الاجتماعي وهي قد تكون سابقة في عهد السيد محمد شياع السوداني لم تكن موجودة في كل الحكومات التي مضت، وعلى مدى 20 سنة في أن تكون هنالك حركة سريعة للجهاز الحكومي ولوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في معالجة مشكلة الفقر والفقر المدقع، وكذلك بالمقابل في مسار قضايا الكهرباء كانت هنالك اجتماعات سباقة حقيقة لسيد رئيس الوزراء مع وزارة الكهرباء وزياراته كذلك للوزارة ولقائه بالكادر المتقدم من أجل إعداد خطة كبيرة وطموحة للصيف المقبل، وكذلك بالمقابل في قضايا الخدمات لاحظنا أنهم بثاق مبادرة دولة رئيس الوزراء للجهد الخدمي والهندسي والتي ذهبت إلى مناطق محرومة، يعني ليست فقط محرومة منذ 20 سنة وإنما قد يكون 40 سنة أو 30 سنة هي لم تدخلها الخدمات بسبب سوء الإدارة، وكذلك بالمقابل عدم التعامل مع والنظر إلى هؤلاء المواطنين العراقيين الكرماء الذين يعيشون ويقطنون هذه المناطق، وهذا بالتالي ما تحقق جهد كبير في أن نجمع كل الأجهزة الأمنية الهندسية وكذلك الأجهزة الأمنية المدنية، بالإضافة كذلك بالمقابل في ما يخص قضايا العلاقات الخارجية وانفتاح كذلك السياسة الخارجية العراقية باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية، وكانت زيارة السيد رئيس الوزراء أولى الزيارات وهي تعبير عن استقلال السياسة الخارجية العراقية ونهجها باتجاه الابتعاد عن المحاور، وهذه أولوية ومبدأ أساسي ترتكز عليه حكومة السيد محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى المشاركة طبعا في مؤتمر والقمة العربية الصينية، وكان حضور السيد رئيس الوزراء في المملكة العربية السعودية ومشاركته في هذه القمة مهم جدا، سواء بتفعيل الاتفاقية العراقية الصينية أو كذلك بالمقابل مسارات الحوار العراقي الخليجي والحوار العراقي العربي، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر بغداد 2 وهو كان من المؤتمرات المهمة الداعمة إلى حكومة السيد محمد شياع السوداني وكذلك إلى متطلبات الشعب العراقي، وكل الحاضرين هم كانوا يسعون إلى أن تلبى هذه الطلبات، بالإضافة كذلك إلى استقباله الوفود الدولية التي زارت العراق إن كانت من إيطاليا ألمانيا هولندا الولايات المتحدة الأمريكية التي زارت بوفود متعددة، وكذلك بالمقابل الوفود العربية والخليجية والإيرانية والتركية وكذلك بالمقابل الإسلامية والأوروبية وكذلك من دول أخرى،
حقيقة، وافتتاح السفارات، وخصوصا في الأمس جرى افتتاح سفارة المملكة المغربية حقيقة هنا في العاصمة بغداد، وهذا أتوقع إنجاز كبير وتطور للسياسة الخارجية وبناء جسور الثقة الكبيرة مع الدول العربية، بالإضافة طبعا إلى الحفل الكبير الذي حصل في البصرة الفيحاء حقيقة، وهو بطولة خليجي 25 والتي كانت تحدي كبير أمام الحكومة العراقية في 100 يوم الأولى، والتي نجحت بها حكومة السيد محمد الشياع السوداني والشعب العراقي. نعم. وأهلنا بالبصرة، وكذلك السيد المحافظ ووزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الكرة، وكل هؤلاء هم شاركوا في هذا الحوار والحوار، وفعلا هو عمل دؤوب قامت به حكومة السوداني خلال فقط مدة قصيرة تعتبر حكومة فتية. لكن التحدي الأبرز الذي يواجهها كما تعلمون ونعلم جميعا هو ملف الفساد، وهي تركة ثقيلة تركتها الحكومات السابقة منذ عام 2003 أو 2005. ما هي الآليات التي تعمل بها حكومة السوداني في هذا الملف، وما الجديد بذلك لو سمحت؟ يعني أكيد هذا سؤال مهم الآن نتحدث عليه. هنالك رغبة كبيرة لدى السيد رئيس الوزراء في مؤسسة ملف مكافحة الفساد، وهذه المؤسسة تمثلت بتفعيل دور هيئة النزاهة، وكذلك بالمقابل اللجان الأمنية الساندة التي تشكلت من قبل وزارة الداخلية، وهذه هي مسؤولة عن عملية إنفاذ القانون بعد صدور أوامر قضائية تصدر من قضاة هيئة النزاهة، وهذا بالتالي أو القضاة الذين يعني يطلعون على القضايا التي ترحله هيئة النزاهة للقضاء العراقي، وهذا بالتالي توقع تطور نوعي. وعمل كذلك بالمقابل هيئة النزاهة الآن بعملية مواجهة ظاهرة الفساد من خلال عملية تجفيف الفساد الوظيفي، وكذلك متابعته والتقارير التي تصدر سواء الفصلية أو الدورية أو كذلك بالمقابل السنوية، وكذلك بالمقابل تقارير الرأي العام ومتابعتها للأماكن الخدمة العامة التي تقدم خدمة إلى المواطن. أتوقع أنها تعمل الآن هيئة النزاهة، وكذلك بالمقابل الوزارات الداعمة لهيئة النزاهة، بالإضافة طبعا إلى دور القضاء العراقي في هذا الموضوع، بالإضافة كذلك إلى المسار الآخر وهي قضية التشريعات القانونية التي تطالب بها هيئة النزاهة وكذلك رئاسة الوزراء من خلال السيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني، وكذلك المسار الداخلي داخل البرلمان العراقي الذي يعمل كذلك على دعم هذا السياق وهذا المسار، وكذلك بالمقابل إلى أنه العمل مع المجتمع الدولي. أتوقع أنه تفعيل اتفاقية مكافحة الفساد، تفعيل عملية استرداد الأموال ووضعها أولوية في السياسة الخارجية العراقية، وهذا ما لاحظناه سواء بخطاب السيد رئيس الوزراء أو كذلك خطاب السيد رئيس هيئة النزاهة، وكذلك بالمقابل مسار عمل هيئة النزاهة من تطوير قدراتها الفنية والتقنية في مجال مكافحة الجريمة التي تدفع باتجاه الفساد، وهذه هي جرائم تهدد الأمن القومي العراقي، وكذلك بالمقابل تهدد المال وتهدد الثقة بالجهاز الحكومي. ولذلك الآن هيئة النزاهة والجهات الرقابية الأخرى تعمل معها، كذلك ديوان الرقابة المالية والذي الآن يلعب كذلك دورا محوريا ومهما، وبالإضافة إلى مسارات أخرى هي تحصين الموازنة الاتحادية الجديدة من خلال الرؤية الجديدة للسيد رئيس الوزراء التي عمل عليها، وهي قضية الأتمتة المالية وقضية الحساب الموحد وقضية كذلك بالمقابل الربط الإلكتروني للمشاريع ومتابعتها سواء من ناحية الجهات القطاعية أو من ناحية الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو كذلك من مقابل من الوزارات المستفيدة من هذه المشاريع التي تدرجها وتراقب على تنفيذها، وهذا بالتالي ما يجعل هنالك عملية المساءلة والرقابة تفعل بصورة كبيرة، بالإضافة إلى دور يعني البرلمان العراقي في عملية الرقابة والمساءلة. نعم سيد في هذا الموضوع. اعذرني على المقاطعة، المنهاج الوزاري أيضا ركز على مشروع الموازنة، ما برأيك ما هي آخر المستجدات بشأن قانون المشروع؟ إلى أين وصلت الموازنة وكم ستبلغ قيمتها؟ يعني أكيد القيمة ستعلن عنها وزارة المالية بصورة نهائية جدا، كذلك السعر المخمل سعر برميل النفط، وكذلك بالمقابل سعر الصرف المعتمد كذلك سيعلن في الموازنة، وهذه معلومات قد تكون مرتبطة بعمل اللجنة الفنية التي يشرف عليها السيد رئيس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى، كذلك بالمقابل يشرف عليه نائب
رئيس الوزراء وكذلك الوزارات الفنية في مقدمتها وزارة المالية، لكن بالمقابل هنالك نهج وأهداف عامة للموازنة هي مواجهة قضايا الفقر، توفير فرص العمل، كذلك بالمقابل تحسين مناخ الاقتصاد العراقي، التحول الرقمي للاقتصاد وكذلك بالمقابل للجهاز الحكومي، وكذلك بالمقابل متابعة المشاريع وعملية ربط البرنامج الحكومي بالمشاريع التي تمول والغطاء المالي الذي تمول. ولذلك لاحظنا أن السيد رئيس الوزراء في رحلته إلى ألمانيا والاتفاق مع شركة سيمنز كان هنالك دفع باتجاه أن تكون في الموازنة تغطية مالية لمتطلبات شركة سيمنز من حيث إنجاح المشروع الكبير وهو حل مشكلة الكهرباء، بالإضافة طبعا إلى شركات الأخرى جنرال كيتريك وغيرها من الشركات الأخرى حتى الفرنسية منها. وكذلك بالمقابل إلى أنه لاحظنا في قضية ما حدث في فرنسا وتغطية كذلك الإنفاق العام على مترو بغداد وهو من المشاريع الاستراتيجية الحيوية التي ستحل مشاكل كبيرة هنا في العاصمة بغداد، إن كان يعني النقل وكذلك فك الاختناق المروري وغيرها من الفعاليات الاجتماعية التي ستتحسن شيئا فشيئا خلال وجود هكذا مشروع. يعني بصراحة أستاذ حسين هناك كثير من المواضيع التي نريد أن نناقشها مع حضرتك عن موضوع منهاج الحكومي للسيد السوداني، لكن لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت للأسف. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسين علاوي مستشار رئيس مجلس الوزراء. شكرا جزيلا.